صباح الخير يا زلمة، يفتح الفن الصباح لشركة وينزل بروكر. انضموا لكم كريم مجدي اليوم 18 ابريل 2022، وهنتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الامريكي. اسباب كتير طبعا بتؤدي لارتفاع الدولار الامريكي خلال الفترة الماضية، ولذلك شفنا انخفاض الجنيه البريطاني الكبير مقابل الدولار في ختام الاسبوع الماضي ومع بداية الاسبوع الحالي. تابعنا مع بعض خلال الاسبوع الماضي ارتفاع مؤشر اسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 8.5 من 10 في مارس الماضي، وصولا على مستوياته التي سجلها اثناء اداء الرئيس الامريكي الاسبق رونالد ريغان في 1981، طبعا في مدره بتعدي ال 30 عام. ولذلك شفنا وتابعنا اكيد رفع الفائده المتوقع بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه لمحاربه التضخم. دي كانت اهم الاخبار المؤثره في الاسواق، ما كانش عندنا بيانات هامه نقدر نتكلم عليها، واليوم هيكون في غياب كامل البيانات الهامه نتيجه طبعا اجازات البنوك لاحتفالا بعيد الفصح. دي كانت اهم الاخبار واهم البيانات، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا الشارت، طبعا الاداء السلبي الكبير للجنيه البريطاني مقابل الدولار الامريكي، أداء سلبي على مستوى كل المؤشرات، أداء سلبي على الإيم إي، على السار، على الستوكاستيك، على الفلات رين، تقاطع المتوسطات سعر الأسفل، ثبات السعر أسفلهم، ثباتوا أسفل النقطة المحورية 30-35، أداء سلبي على مؤشر السار، ولذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات ولكن بشرط كسر ال 30 فلات علشان يروح لل 29-70 وراها ال 35، مرة تانية كسر ال 30 فلات وراها ال 29-70 وراها ال 29-35. السيناريو الاخر المعاكس سحب بكسر 30 75 وراها ال 31 15 واخر نقطه عند ال 31 65. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.